السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أطلقت شركة ريدمي الفلاجشيب الخاص بها لهذه السنة الريدمي كي 30 برو والكي 30 برو زوم، أجهزة ممتازة جدا تقدم إمكانيات فلاجشيب بأسعار جنونية. الفرق الوحيد بينهما هو كاميرا التليفوتو، ففي هذا الفيديو سنتعرف على مواصفات الجهازين، الفرق بينهما، والسعر الخرافي الذي سينزل به كل جهاز منهما. وكما قلنا، الفرق الوحيد بين الكي 30 برو والكي 30 برو زوم هو الكاميرا التليفوتو الموجودة في الكي 30 برو زوم. التمييز بينهما، يأتينا الكي 30 برو العادي مع ظهر لامع، أما الكي 30 برو زوم فيأتينا بظهر مطفي. فكل المواصفات التي سنذكرها الآن هي تخص الكي 30 برو والبرو زوم حتى نصل إلى نقطة الكاميرات. بالنسبة للشاشة، فيأتينا مع شاشة سوبر أموليد بحجم 6.67 إنش، محمية بطبقة حماية من نوع كورنينج غوريلا غلاس 5. شاشة كاملة بدون حواف، والكاميرا الأمامية تأتينا في موتوريزد بوب أب بدقة 20 ميجا بكسل. ظهر الجهاز يأتينا من الجوزاز والفريم من الألومنيوم، كما أن ظهر الجهاز أيضا محمي بطبقة حماية كورنينج غوريلا غلاس 5. ويأتيان مع معالج كوالكوم سناب دراجون 865، كما أنهم يدعمان 5G، كما يأتيان مع أندرويد 10 وواجهة MIUI 11. يأتيان مع بطارية ضخمة بحجم 4700 ملي أمبير مع شاحن سريع بسرعة 33 واط، مما سيمكن من شحن الجهاز من 0 إلى 100% في ساعة. يأتينا مع USB Type-C وبصمة على الشاشة. ننتقل إلى الكاميرات، حيث يأتينا الاختلاف الوحيد. سنبدأ مع الكي 30 برو العادي الذي يأتينا مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا بكسل. الكاميرا الثانية كاميرا تيليفوتو تأتينا بدقة 5 ميجا بكسل، مما ستمكنك من 2X Optical Zoom. الكاميرا الثالثة كاميرا ألترا وايد تأتينا بدقة 13 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة كاميرا ديبث سنسور تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل. ننتقل الآن إلى الكي 30 برو زوم الذي يأتينا مع نفس الكاميرا الأساسية الموجودة في النسخة البرو العادية بدقة 64 ميجا بكسل. الفرق هنا في كاميرا التليفوتو التي كانت 5 ميجا بكسل في النسخة العادية، تأتينا بدقة 8 ميجا بكسل في نسخة البرو زوم، مما تمكنك من 3X Optical Zoom و 30X Hybrid Zoom. ننتقل الآن إلى أهم نقطة، وهي نقطة الأسعار، حيث يأتينا الكي 30 برو مع نسخة 6 جيجا رام و 128 جيجا للمساحة الداخلية بسعر 425 دولار. بالنسبة للنسخة الثانية، نسخة 8 جيجا رام و 128 جيجا مساحة داخلية، فتأتينا بسعر 480 دولار. والنسخة الثالثة نسخة 8 جيجا رام و 256 جيجا للمساحة الداخلية، فسعرها يبدأ من 520 دولار. بالنسبة للكي 30 برو زوم الذي يأتينا ب 8 جيجا رام و 256 جيجا للمساحة الداخلية، يأتينا بسعر 565 دولار. أصدقائي، كان هذا كل ما يخص الريدمي كي 30 برو والكي 30 برو زوم. هناك العديد من الهواتف القادمة في هذه الأيام، تأكد أنك مشترك بالقناة. هنا ينتهي الفيديو أصدقائي، أتمنى أنه أعجبكم، وفي النهاية لا تبخلوا علينا بلايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء وشكراً.